الله عليكم يا احباب شفيه المغربيه، لكم مني السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال ان شاء الله بحول الله وقوته. معنا اليوم واحد الصيغه اللي غادي نديروها رائعه، تفوسخه في نهار واحد، تبطلي القديم والجديد وتبطلي كاع الحاجه اللي معرقله لك حياتك. بغيتي تتزوجي، بغيتي تخدمي، بغيتي انك يكون عندك السعد المليح ويكون عندك طاقة إيجابية، توسخها في نهار واحد، تبطلي القديم والجديد ولا يكون عنده 100 عام. إذا بقوا معايا في هذه الوصفة وخليوا تعليق بالصلاة على الحبيب ولكم الأجر. إذا اليوم معنا واحد توسخة، خاصنا نعرفوا هاد التوسخة علاش غادي نديرها. عندي ولدي بعيد ولكن عنده عراقيل، ولدي مسافر ولكن عنده عراقيل، عنده العين، عنده الحسد، عنده سحر أو عنده تعطيل أحوال في الغربة، او البنت اللي معطله على الامور ديالها، ما مزوجاش، ما خداماش، دائما تتحس بالعجز، دائما عندها طاقه سلبيه. بغينا نعرفوا علاش غادي نديروا هاد التوسيخه وعلاش غادي نحطوا هاد المكونين، نحطوا هاد المكونات اللي ساهلين ماهلين في كل دار كاينين موجودين، وخاصك غير الصوره ديالك تكون اصليه او يكون فوتوكوبي. نقدر ندير حتى الشخص اللي معايا بغيتو يبطل. كاين البنت اللي مخطوبه ولكن عندها الخطيب ديالها معطل في الاجراءات ديال الزواج، او تيتغاضى على الزواج، ما باغيش يسرع بالزواج ودائما معطل، اذا ما عندهاش الاقبال على الزواج ودائما عندها التعطيل. البنت اللي عندها توقف الحال دائما تيكون عندها عوارض، العوارض تقدر تكون ديال العين، تقدر يكون الحسد، يقدر يكون المس. المس تيدخلك على طريق، المس تيدخلك على طريق العين والحسد والتابعه، التابعه اذا كانت موروثه او السحر الموروث، او عندك انتيا توابع من الاجداد ديالك. كاينين حتى الاجداد ديالك الا كان عندك توابع تيكون عندك، تيخليو لك واحد الطاقه اللي تتبقى دائما تتجدد. اذا نحاولوا نبطلوا بوصفه ربانيه، وصفه ديال جدودنا، وصفه ديال الزمان، الوصفه اللي كانوا تيديروها الناس ديال زمان، كانوا تيبطلوا بحاجه بسيطه في الدار هي الحلبه والملحه. كيفاش غادي ندير ليها وكيفاش غادي نديرها لبنتي الا كانت بعيده، او ولدي معطل على الزواج او العمل، او الناس اللي عندهم تعطيل. تعطيل تيكون تعطيل هو توقيف الحال، توقف الحال تيكون بعض الاحيان غير من العين. كاين البنت اللي معطله احوالها الا بالعين، وكاين البنت اللي معطله بالحسد، لان شيطان الحسد تيكون قوي. عندنا السحر التعطيل، هو السحر اللي تيديروه ديال توقيف الحال، تيمشيو عند كاهن او كاهنه وتيديروا توقيف الحال، اذا تيقدر يتحل في لحظه واحده الا كان ايمانك قوي، كنتي مواظبه على الصلاه، كنتي استغفار في نفس الوقت، انتيا باغا الرجاء من الله ودرتي واحد الدعاء قوي. ربي سبحانه وتعالى تقدر، قادر، ربي قادر انه يبطل لك في نهار واحد. ولكن غادي ناخذ هاد الملحه وغادي ناخذ الحلبه. الحلبه والصوره ديالي، الصوره ديالي اللي ديال الوجه ديالي، الا كان عندي شخص معين غادي ندير الشخص المعين. اذا انايا عندي الصوره، هذه صوره غير ديال المجله، وغادي ناخذ الصوره ديالي وغادي ناخذ الحلبه جوج معالق، وغادي ناخذ الملحه جوج معالق. اذا الملحه جوج معالق مع الحلبه جوج معالق مع الصوره ديالي اللي غادي ان شاء الله نحطهم تحت الراس ديالي. هذه الملحه غادي نحكها على الجسد ديالي بحال هكا، غادي نحكها على الجسد ديالي بالكامل باش نحيد الطاقه. الا كان الولد بعيد غادي نحط الصوره ديالو في الملحه، نبيتها في الملحه بحال هكا. الحلبه غادي ندير لها واحد المنديل ابيض، وغادي نقرا عليها هذه الايه، نقرا عليها هذه الايه اللي غادي تبطل لكم القديم والجديد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شحال خاصني نقراها؟ نقراها بعدد السنين الشخص، عدد السنين الشخص. عندي 20 عام، نقراها 20 مرة. اذا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نقربها للفم ديالي ونقرا، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عدد السنين ديالك، عدد العمر ديالك،
اذا كان عندك حتى 50 عام ديريه 50 مره تقرايها. اذا ولدي بعيد 30 عام غنقراها 30 مره. غادي نشد الملحه غنديرها تحت الراس ديالي والملحه تبات في الصوره، الملحه تبات في الصوره، الملحه غتقراي عليها البسمله الشريفه 55 مره وتصلي على سيد الخلق 55 مره، وغادي ان شاء الله تقولي ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله، وانت تضربي في الصوره ان الله سيبطله. لكن واخا تكوني غادي ديريها لراسك الصوره تكون في الملحه، اما الا كان بعيد غادي تبيتي حتى الصوره في الملحه، واخا دوزيها على الجسد ديالك غادي تبيتيها في الملحه. ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله 51 مره، وتصلي على سيد الخلق 51 مره، وغادي ان شاء الله البسمله الشريفه 51 مره، وغادي تبيتي هذه هنايا الملحه تبيتيها في الصوره. ولو تكوني دوزتي على الجسد ديالك الا كان بعيد ما غاديش يدوزها على الجسد ديالو لانه بعيد، في نفس الوقت غادي تبيتي ليه الصوره ديالو. غادي هذيك الساعه الا عيطي لي غيقول لك حسيت براسي نورمال، حسيت براسي مزيان، ما عطاش نوقع ليا، غيحس بهذيك الطاقه ديال القراءه وصلاتو، لان القراءات القران سبحان الله تتبطل من بعيد. اما هذه اللي قريت عليها سبب ابطال ان شاء الله، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وجعلناه هباء منثورا. ان شاء الله غادي ديريها تحت راسك والصباح اما مع الظهر واما مع العصر واما مع المغرب، غادي ديري هاد الوصفه الوقت اللي قدرتي ديريها غادي تهزيها وغادي ديريها فوق البوطه، غديريها فوق البوطه وانتي تتحركي وانتي تقولي بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر، وانت هكذا تقولي بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر، وانت تتكبري الله. من بعد غادي تقولي اللهم اللهم ابطل عن فلان ولد فلانه، الا كنتي انت اللي دايرها لراسك تقولي اللهم ابطل عني انا فلانه بنت فلانه، اللهم ابطل عني انا فلانه بنت فلانه، اللهم ابطل عني جميع الموانع ان كان سحر وان كان حسد وان كانت طاقه سلبيه، اللهم ابطلها عني اللهم ابطلها عني بحق هذه الآية الشريفة وما فيها من أسرار، أن تبطل عني جميع التوابع. إذا وغادي إن شاء الله تاخدي كأس الماء، تاخدي كأس الماء وتقرأي عليه الفاتحة، هتقرأي عليه الفاتحة 7 مرات، إنا فتحنا لك فتحا مبينا 7 مرات، باش ربي يفتح لكم القديم والجديد ويفتح لكم الأبواب المغلقة، لأن إن فتحنا لك فتحا مبينا هي فتح مبين لجميع التوابع. إذا ربي سبحانه وتعالى غيفتح لكم جميع الأبواب وغيفتح لكم جميع الطاقات وغيفتح لكم جميع الأمور، إلا نسألكم الدعاء فقط. إذا تديروا الفاتحة 7 مرات وآية من سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا إن فتحنا، وانتي غادي توقفي تحت هاد المقلاة، إذا كان الشخص بعيد غادي تخوي الماء فقط، غادي تخوي الماء على الملحة والصورة وتخلي صورة في الماء والحلبة يوم كامل، ولو تكوني حاضرة إذا كان بعيد تخلي الصورة، كنتي قريبة وانتي اللي درتيها تخلي الصورة، وانتي غادي تطفي انت غادي تطفي لك هاد الحلبه والملحه تحت منك وخلي البخار يطلع معاك مزيان، راه غادي تفوسخي ولوحي هذاك الماء في مكان بعيد عن المنزل. من بعد تعوديها مره اخرى وتبقاي تعوديها حتى تحسي بهذاك السحر ما بقاش عندك، تحسي براسك نورمال، غيبداو يتحلوا لك البيبان، غادي تحسي براسك دائما محتاجه لهاد التوسيخه محتاجه لهاد الامور. اي مكان مشيتي ليه وعندك عراقيل غادي ديريها والصوره تكون تحت الملابس ديالك، مسحها بالزهر وتخليها تحت الملابس ديالك. اما الماء والحلبه والملحه الا كنتي حدا البحر لوحيها حدا البحر، كنتي حدا واد لوحيها حدا الواد، كنتي في تراب نقي بعيد على العفطه ديال الرجلين على الاقدام غادي تلوحيها، كنتي
حتى الشجرة غتلوحي ما تبقى من الماء ومن هاد الحلبة اللي غتحرق من الملح، غتلوحي التوابع. المهم ما يدوزوش الأقدام. أما الشجرة المثمرة غترمي الحلبة، غادي تنبت وغينبت الخير، وإن شاء الله غيكون عندك إن شاء الله الفرح والسعادة وفتح الأبواب بحقي. إنا فتحنا لك فتحا مبينا والفاتحة تفتح جميع الأمور. إذا أحبابي الوصفة باينة، غير حطوها فوق البوطة وكبروا الله، وربي غادي يعطيكم سؤلكم في كل الأمور، لأن الله كريم جواد. ما تنسوناش في اللايك، ما تنسوناش في الدعاء، ولكم مني السلام، وإلى وصفة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.